دكتور علي عبد العال، معالي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، معالي الوزير احمد ابو الغيط الامين العام لجامعه الدول العربيه، السيد السفير محمد ربيع الامين العام لمجلس الوحده الاقتصاديه، والاخ العزيز الاستاذ النقيب سامح عاشور رئيس الاتحاد. الساده الحضور، يسعدني ويشرفني ان اكون معكم اليوم لحضور اجتماع الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصاديه والاستثماريه الذي يعقد الان في مصر. فمصر كانت عبر التاريخ حاضنه للطاقات العربيه على جميع الاصعده، ولا سيما في مجال الاقتصاد والاستثمار، لتساهم في تنميه بناء على برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي التي تقوم به معظم الدول العربية في هذه المرحلة. وهنا في مصر قد قمنا ببرنامج إصلاح اقتصادي، ومحور رئيسي منه الإصلاحات التشريعية التي تحل كل مشاكل المستثمرين بيمر بيها، سواء بين المستثمر والدولة أو بين المستثمرين وبعضهم البعض. ولولا هنا بحب اشير يعني بوجود الدكتور استاذنا الدكتور علي عبد العال، لولا التعاون البناء اللي بين مجلس الوزراء ومجلس النواب ما كناش قدرنا نوصل لكل الاصلاحات التشريعيه والمؤسسيه اللي قامت بيها الدوله في مصر في هذه المرحله المهمه اللي احنا بالفعل بنقوم ببناء دوله. وقد عملت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل هذه القوانين، وبحب دايما أكد ان احنا الاصلاحات التشريعية في مجال الاقتصاد يعني غير مسبوقة، ان احنا عدد القوانين اللي بالفعل تم التصديق عليها او تعديلها يعني كانت اهم حاجة، انها مش بس كان القوانين بتقوم بها الحكومة ولا ان بتناقش في البرلمان، ولكن كنا حريصين ان احنا دايما نتشاور مع المستثمرين القطاع الخاص.